مايلز، لا تفعل هذا. لقد قمت بهذا عدة مرات، لا تقلق يا أخي. حسناً مايلز، دعنا نرى. حرارتك مرتفعة، سأضطر لإرسالك للمنزل. أنت مريض جداً بحيث لا يمكنك البقاء في المدرسة. يا إلهي، كنت أنتظر تقديم امتحان الكيمياء. ستعوض ذلك لاحقاً. وماذا عنك سايمون؟ ألا تزال تعاني من السعال؟ نعم سيدتي. سأتصل بوالدتك لتأتي لاصطحابكما. هل هذا ضروري؟ أنت تعرف أنظمة المدرسة. أعلم، ولكن أمي خارج المدينة في رحلة عمل مهم، ولا نريد جعلها تشعر بالقلق وتضطر إلى العودة من رحلتها، فهمتي؟ ليس علينا ذلك. لا أريد أن أحملها عبئاً إضافياً في الواقع. حسناً، كلامك مقنع. يمكنني تقديم استثناء، ولهذه المرة فقط، من أجلك مايلز. كنت أعلم أنك ستتفهمين. صباح الخير برندا. لطفاً، أيمكنك إعطائي مسكناً للصداع؟ الطلاب يقودونني للجنون. سيتم قبول تقاعدي في نهاية هذا الشهر، أظن أن الوقت يمضي ببطء. لا تقلق، دقائق لأنهي عملي معهما. السيد ميولر، ما خطبك الآن؟ هذه المرة الخامسة على التوالي التي تراجع بها مكتب التمريض، وماذا بوسع القول؟ يبدو أن جهازي المناعي ضعيف للغاية. أحقاً؟ وماذا عنك السيد ميولر الصغير؟ أعاني تماماً مثل أخي. نعم، ذلك واضح. حسن، تحسنا بسرعة، أكثر من السوائل وخذا قسطاً من نعم. الراحة. شكراً، طاب يومكما. أتعلمين؟ الطلاب أمثال ميولر هم السبب الرئيسي في تقاعدي، ولقد سمعت أنه سيقيم حفلة الليلة. أراهن أن هذا هو سبب ادعائه المرض. عاينت ميزان الحرارة بنفسي، لقد كانت حرارته مرتفعة حقاً. ألا يبدو الأمر مبالغاً به؟ أعني أنه لا يبدو مريضاً على الإطلاق. إلى ماذا تلمح؟ أنهما يتظاهران بالحمى؟ أنت من بين كل الناس تعلم أنه لا ينبغي الحكم على الكتاب من غلافه. سأذهب لإحضار المسكن. هذا الصبي لن تفلت من العقاب مرة أخرى. برندا، قدمي لي إجازة، لقد حدث أمر طارئ جدا. ما هذه السرعة؟ ماذا أخبرتهم؟ حمى بسبب الطقس البارد، الطريقة الكلاسيكية. ما هي الخطة الآن؟ أفكر بالذهاب للمتجر لشراء بعض الأغراض، ثم نعود لنجهز كل شيء. صحيح سايمون؟ ما بك؟ هيا أصعد. لا أعتقد أنها فكرة جيدة، أنت في السنة الثانية من المدرسة الثانوية وبمرتبة جيدة جدا ورئيس فريق الشطرنج، وأنت مجتهد أكثر من نيلسون المعروف باجتهاده. سمعت هذا. إنها الحقيقة. حسنا، إذن كيف ستلتحق بجامعة برينستون؟ أريدك فقط أن تستمتع بوقتك، إن إقامة حفلة واحدة لن تقتل طموحاتك الجامعية. وماذا إن اكتشف الأمر؟ لن يكتشف أمرنا طالما أنك ستركب السيارة الآن لنغادر. لا يعجبني هذا مطلقاً، علينا العودة إلى الصف. انظر سايمون، إن لم تفعل ذلك من أجل مايلز فلتفعله من أجلي من فضلك. حسناً. واو، تفعل هذا من أجلها وليس من أجلي. ربما لو كان لديك شعر أطول وأحمر شفاه. أو لا أصدق، لدينا مشكلة الآن. أنتم عودوا إلى هنا، هيا. فهمت الآن، تودون اللعب، سأريكم اللعب أيها الأولاد.
تم الإرسال. أرسلت للأصدقاء على مجموعة الدردشة التفاصيل. هل أخبرت أندي بأن ينضم لنا؟ هل انتهينا أم ماذا؟ كان المفترض أن نشتري الحاجيات ونذهب. على رسلك سايمون. أعني لن يضرنا القيام بالتسوق لبعض الحاجيات. إن أردنا أن نقدم حفلة فيجب أن نظهر بشكل لائق. هيا هيا تفقد هذه. أوه يا رجل، أشعر بأن شيئا سيئا سيحدث. ماذا لو لحق بنا المدير إلى هنا؟ صديقي أنت تبالغ في هذا. حسنا، فقط لبضع دقائق أريد أن أرى كيف يبدو هذا علي. يجب أن تختار ملابسا لترتديها. أين أنت ميولر؟ لابد أنه في مكان ما هنا. ها هو. لن تستطيع الهروب هذه المرة. أمسكت بك. هذا رائع. نعم، أنا دائما أشاهد بعض الفيديوهات اللطيفة جدا. حسنا. وأنا. ماذا تشاهد؟ سلسلة فيديوهات دار ولورا الجديدة. والآن ما رأيك؟ علينا أن نقيم الحفلات من وقت لآخر. لا أصدق، أليس هذا السيد ويت؟ ما الذي يفعله هنا؟ تعالي إلى هنا، اختبئ. لابد أنه لحق بنا. أخبرتكم بأنها فكرة سيئة. الآن سيتم إيقافي. سجلي سيفسد بتأشيرة سوداء. أشعر وكأنني أحتضر. سايمون اهدأ فقط. يبدو أنه يبحث بجميع المتاجر. أظن من الصعب تجاوزه. أنا أدفع ثمن جولتك للتسوق. سنخرج من هذا المأزق. فقط دعني أفكر. فكر بسرعة. ولكن اسمع، أظن أنه لدي فكرة. مرحبا، تحتاج المساعدة؟ لا، أعرف عما أبحث. أعلم بأنك هنا ميولر. تظن بأن الأمر مضحك صحيح؟ مضحك جدا. أنا آسف جدا. أنا آسف، لم هل هناك هذا مشكلة؟ آسف. نعم، هذا الرجل يختلس النظر. ماذا؟ لا لا، حصل سوء تفاهم. أخرجوه من هنا. شخصا آخر. أنا مدير مدرسة ولي مكانتي الخاصة. نعم بالطبع يا صديقي. على هذا. هيا أنا مدير من مدرسة هنا. هيا أخرج. تعال معي. توقف عن هذا. لا، هذا هو. لقد رأيت خارجا. توقف عن هذا. لا يمكنك فعل ذلك. أخرج. سوف أستطيع. وماذا الآن؟ أخرج. قلت لك لا تستطيع. أخرج. أتركني. دعني وشأني. أتركني الآن. كاد يلتقطنا. نجونا. يا لهذه المواقف التي تضعني بها مايلز. هذا ليس وقت التذمر، فلنذهب. أظن أن وصلنا المشي بهذا الاتجاه حيث موقف السيارات. سنعود إلى المسار الصحيح، ولكن الطريق مسدود. اسمع، إن لم تخاطر كما نفعل نحن سوف لا أريد إرشاداتك الآن. علينا التركيز على الموضوع الأساسي الآن. لدينا مشكلة أهم. انظروا السيد وايت. ولكن ماذا نفعل؟ لن نستطيع الاختباء. لا يمكننا العودة للمتجر، ولا يزال رجال الأمن يبحثون عنا. حسناً، ماذا لو سلمنا أنفسنا؟ هل أنت مجنون؟ سيتساهلون يجب معنا. يجب أن نتخذ قراراً، لأننا على وشك أن يقبض علينا. لن نستسلم. سوف أندم على هذا. أنت
لا تطلب الشرطة. أنت هو سايمون ميولر، صحيح؟ يا رجل، أنت أسطورة حية. أنا لست بمهاراتك باللعب، لكنني أحاول. لن تستدعي الشرطة؟ فهمت الأمر. السيد وايت خلفنا الآن، سيأتي بأي لحظة. وصلنا إلى نهاية الطريق. لن أستسلم. فكر، فكر. خطرت لي فكرة. انتظر، انتظر، انتظر. أتحاول الدخول دون أن تدفع؟ لا لا لا، أعتذر، لقد تسلل طلابي إلى هنا هاربون من المدرسة وأريد... حسناً فهمت، ولكن ما شأني في الموضوع؟ استمتع بالعرض. تظن أنك ستهرب مني سيد ميولر. أمسكت بك. ماذا تفعل أيها الرجل؟ دعني وشأني. أو أنا آسف، اعتقدت أنك شخصا آخر. هل كل شيء على ما يرام؟ لا، هذا الرجل جاء للتو وأمسك بي. كانت غلطة غير مقصودة. من أين أحضرت سترتك؟ دفع لي أحدهم لأرتديها. إذا سمحت. لقد نجونا، حقا أننا نجونا. لا أكذب إن أخبرتكم بأنني متفاجئ من نجاح خططي. وأنا أيضا، سأرسل الدعوات عندما أصل إلى المنزل. أتعلمون؟ يبدو الأمر ممتعا حقا. هل أنت من يقول ذلك؟ هاي انتظرا، انظرا. كيف علم أننا موجودون هنا؟ لا أعلم، أمر غريب أضعناه للتو في السينما. كان يتعقبنا لهذا السبب. لا أصدق هذا. يبدو أنه وضعها في السيارة بينما كانت متوقفة. ماذا سنفعل؟ ليس لدينا كثير من الخيارات، ولكننا قريبون جدا. لا أصدق أن السيد وايت سيقبض علينا. أظن أن لدي فكرة. حقا؟ ولكن ماذا لو كانت فكرة سيئة بأن نسلم أنفسنا؟ إنها فكرة سيئة. لم أهرب من المدرسة وأراوغ السيد وايت وأضيع فرصتي بالانضمام لجامعة برينستون. هل تريدون أن ننهي هذا؟ سأتولى القيادة. هل لديك رخصة قيادة؟ لا. أظن أن علينا رميها بعيداً، أليس كذلك؟ لا، لا ترميها، ثق بي، سأتولى الأمر. حسناً، وليكن. ما كل هذا؟ أردنا أن نفاجئك بحفلة تقاعد. قمت بالكثير من أجلنا على مدار سنوات، وأردنا رد الجميل. نعم، عندما أخبرونا بالخطة اعتقدنا بأنها فكرة رائعة. لا، انتظروا. أنت من أردت قلب الأمور لتتظاهر بأنك فعلت كل هذا من أجلي. أعلم بأنك تظاهرت بالحمى اليوم من أجلي. تم التخطيط من أجلك. أخبروني بكل شيء. أليس لطفا منهم أنهم قاموا بكل هذا من أجلك؟ تعلمين بكل ما حصل؟ هل هذا من أجلي؟ طيلة هذا الوقت وأنا أظن بأنكم تلعبون وتثيرون الشغب. أتظن أنني من الطلاب الذين يهربون من المدرسة من دون سبب؟ أنت على حق، أعلم بأنك لن تضيع أي فرصة للدخول إلى جامعة برينستون.
بالطبع لن يفعل ذلك. سايمون هو بوصلتنا الأخلاقية. حسناً، أنا لا أتفق بالطبع مع فكرة الهروب من المدرسة، ولكن سأتجاوز الأمر بشكل كامل. واو، شكراً لكم من كل قلبي، شكراً للجميع. لم أتوقع هذا مطلقاً. هذا رائع. شكراً لكم. هذا شكراً. رائع حقاً. شكراً ميولر، ظننت بأنك تخطط لإقامة حفلة أنت ورفاقك. نعم حسناً، أنت تعرف ما يقوله المثل، لا تحكم على الكتاب من غلافه. لا أستطيع أن أصدق بأنك كنت تعلمين هذا. لم يكن لدي فكرة. لا أصدق بأننا نجحنا بالفعل. غير معقول. سأقوم بإخبار الجميع بإلغاء الحفلة في منزلك. انتظري. ومن قال بأنني سألغي الحفلة؟